هي بعد الخطبة بيوم فقدت ذاكرتها، يعني بعد الحادث نسيت كل شيء وما عادت تذكرت إنه هو خطيبة. بصراحة أنا آسف جيت بلا موعد، وأنا ما كنت حابب دخلك بهالقصة، بس أنا وفتون في بيناتنا اتفاق وعلى أساس إنها تشتغل معي. بس أنا سمعت إنه هي هلأ راح تبلش شغل مع رنيم. أنا ماني موافقة على هالموضوع أبداً، يعني صارت مشاكل كتير بيناتهم وما بظن يرجعوا يشتغلوا سوا، وإذا فتون مو متذكرة أنا رح ذكرها بهالموضوع. بس أنتي كيف تسمحي لبنتك إنه تتزوجوا لإياد؟ شو هالتناقض الكبير ست مرام؟ إيه لأنه إياد غير شكل، عن جد يعني هو ما بيشبه أمه بنوب، أنا بظن إنه هو بيشبه أبوه. إيه صح، ممكن. بعد إذنك. أهلين مونيكا خانم، كيفك؟ طمنيني عنك. شكراً إليك. بتكون فتون ما سمعت التليفون؟ لا والله لهلأ ما سمعت شي عن مجد. بالله جد؟ أنتي جاية لهون؟ وعم تقولي اليوم؟ يا عيني. بعتذر بس سمعت الحديث غصباً عني. هلأ هاي اللي حكيتي معها بتكون مونيكا سيسا، مزبوط كلامي؟ ايه بس ما في شي من اللي مفكره، يعني انا بقصد فتون كانت بتشتغل مع مونيكا اخر فترة وهي رفيقتها لرنيم خانم، بس مونيكا خانم دعمت فتون كتير وساعدتها وتعبت عليها عن جد، حتى انه وقت انسرقت مجموعتها الشتوية لفتون مونيكا حاولت ترجع لها حقها بأي طريقة. قصدك تقولي انه المجموعة الشتوية لفتون؟ بس اسم ريما اللي عم يتداولوا؟ مع الأسف. إيه لا يا معلمي، اللي عم تعمله مخالف للقانون. ليش شو عم نعمل؟ فايتين على مشغلنا ميسون، لا تخافي. طيب معلمي خلينا نبلش الشغل من بكرة، اليوم عيد الحب يعني لازم يكون إجازة. هلأ أنت عندك حبيب شي؟ ما عندك، معناها شو بيعني لك اليوم؟ طلعي فيني، ما بدي طلعات وفوتات أبداً، أنت بأمانتي، بقى لا تخجليني قدام أبوك، عم تفهمي ميسون؟ كيف بده يكون عندي حبيب؟ ما ضل ولا شب مثل الخلق بهالبلد، والشباب المناح كلياتهم مرتبطين، مثلاً إياد، يعني أبصر شو عاجبه بفتون الغليظة والجلقة، أصلاً هي ما حدا بيحبها. وشو بيعرفك إنه ما حدا بيحبها ميسون؟ ولا شو مستغرب؟ أنا إلي معارفي بالوسط وبسمع بكل شي. حلو كتير، إذا هيك استخدمي لي معارفك لتجمعي معلومات عن المجموعة الشتوية. وليش نحن شو بدنا فيها؟ يعني رح نقلد المجموعة؟ اسمعيني منيح بنتي وخدي هالنصيحة مني، إذا كان كلامك من فضة فسكوتك من ذهب. حلوة هالنصيحة والله، رح أكتبها عندي بعد إذنك.